السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعاً نفتخر أحياناً بأن نرى بصمات بعض مراكز التحفيظ. طبعاً نيابة عنكم أرحب بزميلنا المتمم والحافظ لكتاب الله مصطفى، اليوم إمام لنا، هو أحد حفظ كتاب الله من جمعية سمو. هذا الرجل الآن إمام لمساجد، كم رجل كسب أجر هذا الرجل ودعم حتى خرج لنا مثل مصطفى. مصطفى طبعا انا والله جالس اناقشه، ودي لو مصطفى بس يقوم معي، بس انا وياه ناخذ دردشة بسيطة. مصطفى بس ابغى اسالك سؤال انت جاوبني عليها، واحنا اول شيء سعيدين بحبك عندنا في بيتك الثاني. نبغى بس مصطفى، من وين انت وفين تميت حفظ القران؟ طيب اخوكم مصطفى حسن حمد الفقيه من محافظة القنفذة، خريج جمعية سمو تحفظ القران الكريم بالقنفذة، احفظ القران كامل لله الحمد. اي والله. والمرحله الدراسيه في الجامعه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، تخصص دراسات اسلاميه. إيه الله يبارك فيكم جميعا. مصطفى ايش تقول للناس اللي الان ساهمت في دعم حلقات تحفيظ، سواء برواتب المعلمين او بشهادات او حتى خرج مصطفى وامثاله للمجتمع؟ اولا انا ما ننسى من الدعاء، اسال الله ان يتقبل منهم ويخلصهم مني ان شاء الله، ولا خساره صراحه في الدعم لاهل القران. بيض الله وجهك يا مصطفى. انا اقول للناس ان شاء الله باذن الله يسر. اقول للناس، اقول برضو لزملائنا، شوفوا صدقاتكم في مراكز تحفيظ الاوقاف، تخرج مثل هذا للناس دعاء لكم، لن انسوكم. قال مصطفى دعوه من ضمنها ناس ساهموا في تحفيظ القران، بيض الله وجيهم والله يجزاهم عنا خير الجزاء. اتمنى لكم التوفيق، ارحب بمصطفى مره ثانيه، وباذن الله كل يوم حنشوف امام باذن الله من سمو او من غير سمو باذن الله، احد احد ان شاء الله. الله يحييك يا مصطفى. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. كيف امورك؟ طيب شرفنا يا مصطفى. يا شرف لي والله. يا هلا يا الغالي. ايش امورك؟ طيب اجزك خير ان شاء الله. نهر قلبك ان شاء الله. كيف حالك؟ طيب يا هلا والله. يا مرحبا. سلم. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. شو مغذى ما ريحنا؟ طيبين. حي الله الغالي. نورتنا. سلم. طيب. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. سلم.